قيمة الديون بالنسبة للنزلة التونسية اليوم 3 مليارات في بالي؟ 3 مليارات هكاك. 3000 مليار معناها. اي 3000 مليار. باهي 3 مليارات هذوما وكل الحكومات اللي تعدت تحكي على إيجاد حل لهالديون هذوما. خلينا سيد الوزير السيد سلمى المعلومي وزير السياحة في الثلاثة مليارات هذوما. هل أنه اليوم وزارة السياحة بالنسبة للي يكريو كريو الوتلة نتاعهم الوكالات أسفار ولا جزء من الوتيل نتاعهم لوكالات أسفار أجنبية؟ نعرفوا هذا ما يتخبى على حتى حد أنه جزء من الفلوس تخلص من غادي لغادي البرة ولا تشوفها الدولة اللي تشوفها حتى حد. غادي للبر ولا تشوف هذا الدولة اللي تشوف حتى حد. غادي للبر ولا تشوف هذا الدولة اللي تشوف حتى حد. تشوف حتى حد. تشوف حتى حد.